إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر هنا من الناظور. إذن متتبعينا، شنو رأيكم بعد ظهور السلالة الجديدة اللي انتشرت بكثرة بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الإفريقية؟ هذه السلالة الجديدة سريعة الانتشار، يعني واش كتشوفوا؟ يعني نقدروا نرجعوا للحجر الصحي يعني في رمضان يعني بعد ظهور السلالة الجديدة، السلالة سريعة الانتشار كما كان في الجميع بأنه عدد كبير من الدول الأوروبية منتشرة بيهم، منتشرة السلالة الجديدة بواحد الشكل كبير جدا، وحتى في بعض الدول الإفريقية والعربية. شنو رأيكم متتبعينا؟ واش نقدروا نرجعوا للحجر الصحي في رمضان؟ صباح الخير خويا مقراش، الزميل ديالنا والمراسل ديال القناة شوف تي في في الديار الإسبانية. قراش قال لك الصوت ما كاينش؟ الصوت كاين دابا خويا مقراش؟ الصوت كاين؟ شنو رايكم؟ وللاسف راه الريح يلا ماشي غادي راه الناظور اليوم كاينه رياح قويه، فين ما مشيتي راه كاين الريح. اذا فين ما مشينا راه كاين الريح الاخوان، فين ما مشينا كاين الريح. طبعا ضروري من وضع الكمامات ومسافة الامان، تبعوا التعليمات ديال السلطات، التزموا بقواعد النظافه والسلامه الصحيه، لان هذا الفيروس هذا راه مازال منتشر بيناتنا. هاد كورونا هذه راه مازال كاينه خوتي المغاربه، لهذا خصنا نزيدوا التزموا بقواعد النظافه. خويا مقراش، خويا مقراش راه فين ما تحركت راه كاين الريح، تحركت راه كاين الريح اخويا مقراش، اللهم نبقى في بلاصتي، راه الا تحركت راه كاين الريح اكثر. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، شنو رأيكم طبعا في السلالة الجديدة واللي سريعة الانتشار، اللي بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الإفريقية والعربية السلالة الجديدة منتشرة بكثرة في الدول اللي ذكرنا، منتشرة بكثرة. واش كتشوفوا متتبعينا بأنه احنا في بلادنا غادي نرجعوا للحجر الصحي في رمضان بسبب هذه السلالة الجديدة اللي ولات منتشرة طبعا وسريعة الانتشار؟ كاين بزاف ديال الناس، كاين البعض ديال الناس اللي مشاو غالطين، كيقولوا الحمد لله راه تراجع كبير في العدد ديال الإصابات والوفيات في بلادنا، وكاين إقبال كبير، كاين إقبال كبير على 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 التلقيح.
طبعا هذا الشيء كيف الراح وكيف الشر بالخير، ولكن بالرغم من ذلك راه خاصنا نبقاو على بال ونلتزموا بقواعد النظافه والسلامه الصحيه ومسافات الامان، ونعملوا الكمامات ديالنا، لانه هذا الفيروس هذا راه مازال منتشر بيناتنا. هذا الفيروس هذا خوتي المغاربه راه مازال كاين، كورونا راه مازال ما سالاتش، واي واحد وصلاتو نوبتو باش يمشي يعمل التلقيح راه خاصو يمشي يعمل التلقيح، لانه التلقيح هذا راه غادي يعطينا واحد المناعه قويه، والتلقيح هذا طبعا راه فعال والتلقيح راه ايجابي. الحمد لله دابا التلقيح راه كاين وعندنا باش نحميو ريوسنا، من هذا الفيروس هذا هي التلقيح. ويا محمد قراش، الحمد لله الوضعيه الوبائيه في اقليم الناظور جد جد مستقره الحمد لله. الامور مزيانه كما كنقولوا في الناظور، في اقليم الناظور يعني ما كنشوفوش داك العدد الكبير ديال الاصابات، الارقام اللي كانت كتسجل في اقليم الناظور ارقام كانت كتخلع صراحه، ارقام كبيره كانت كتسجل في الناظور، لا بالنسبه ديال العدد ديال الاصابات ولا الوفيات، كنا كنشوفوا بصفه يوميه يعني 180 90 100 حاله 120 بصفه يوميه كنا كنشوفوا جوج ثلاثه ديال الوفيات في النهار. الحمد لله بعد المجهودات الجباره الناس ديال السلطات ورجال الامن ومختلف الاجهزه الامنيه، وما نساوش اصحاب البذله البيضاء الاطباء المغاربه الممرضات الممرضين وسائقي سيارات الاسعاف والناس ديال الوقايه المدنيه، هادو هما الابطال الحقيقيين، هادو هما الجنود الخفاء، هادو هما الابطال اللي كانوا في الواجهه واللي كانوا كيحميونا وكيسهروا على سلامتنا وراحت هاد الساكنة هذه. إذا برافو شابو للمختلف الأجهزة الأمنية هنا بإقليم الناظور، وبرافو للأطر الصحية والأطر التمريضية، الأطباء الممرضات الممرضين الوقاية الناس ديال الوقاية المدنية سيارة ناس سائقي سيارات الإسعاف، الناس هذو في الواجهة هما اللي كانوا كيحميونا وكيسهروا على سلامتنا وراحت هاد الساكنة هذه. خاصنا نعملوا الكمامات، بزاف ديال الناس لانه للاسف مابقاوش كيعملوا الكمامات، شي وحدين مابقاوش مسوخين الكورونا وما كيعملوش الكمامات، جالسين 4-8 في الطبله في الهواء ما كيعملوش الكمامات، هادشي ماشي بين هنايا ولا حسناو. لما كيجي الواحد كيقول لك انايا راه عام وانا مجيف بعد الكمامة هذه، ولكن باش ولكن الكمامة راه من مصلحتك من مصلحة أي واحد باش يعمل الكمامة، لأنه الكمامة ضروري، الكمامة راه إجبارية، يعني راه الكورونا هذه راه مازال كاينة بيناتنا، هذا الفيروس هذا راه مازال منتشر بيناتنا، كورونا راه مازال ما سالتش أخوتي المغاربة، فعلا راه كاين واحد الإقبال كبير على التلقيح، وراه كاين تراجع كبير في العدد ديال الإصابات والوفيات. هادشي كله كيف الراح وكيف الشر بالخير اخوتي المغاربه، ولكن ما نساوش الحاجه الوحيده بانه هذا الفيروس هذا راه مازال كاين بيناتنا، وهاد كورونا هادي راه مازال ما سالاتش. نزيدو نصبروا شويه، نزيدو نتعاونوا مع بعضياتنا ونتحدوا مع بعضياتنا ونعملوا اليد في اليد، ان شاء الله راه الفرج قريب، واي واحد وصلته النوبه ديالو باش يمشي يعمل التلقيح راه خاصو يمشي يعمل التلقيح، راه الطريقه الوحيده باش نحميو ريوسنا من هذا الفيروس اللعين فيروس كورونا هي نمشيو نعملوا التلقيح. اي واحد نمشيو وصلته النوبه ديالو يمشي يعمل التلقيح، لانه التلقيح راه فعال والتلقيح راه ايجابي، والطريقه الوحيده باش نحميو ريوسنا من هاد الفيروس اللعين فيروس كورونا هي باش نمشيو نعملوا التلقيح، والتلقيح هذا غادي يعطينا واحد المناعه قويه باش ما يخليش فرصه لهذا الفيروس هذا اللي غادي يخلينا، لانه التلقيح راه غادي يعطينا واحد المناعه قويه من المتابعين. شنو رايكم يعني في السلاله الجديده المتهوره اللي
اللي صبحات منتشره بواحد الشكل كبير في بعض الدول الاوروبيه والافريقيه والعربيه. واش كتشوفوا بانه في بلادنا نقدروا نرجعوا للحجر الصحي في رمضان خلال شهر رمضان يعني بسبب السلاله الجديده؟ كما كيعرف الجميع في رمضان احنا كنصليو التراويح وكنكونوا مقبلين على عده اشياء في رمضان. يعني لما كنصليو التراويح كنمشيو للمقاهي، أربعة ثمانية الناس كيجلسوا في طبلة واحدة، الله يستر الله يستر، إلا ما حديناش ريوسنا وما درناش التباعد وما درناش الكمامات ديالنا وما التزمناش بقواعد النظافة والسلامة الصحية، راه غادي يوقع لنا كما وقع في بعض الدول المتقدمة، في بعض الدول الأوروبية أو في بعض الدول الإفريقية والعربية. راه خاصنا نلتزموا بقواعد النظافة والسلامة الصحية ومسافة الأمان، ونلتزموا بالتعليمات ديال السلطات ونعملوا الكمامات ديالنا. راه شي وحدين راه مشاو غالطين، شي وحدين راه مشاو غالطين، قالوا بأنه راه كاين تراجع كبير في عدد ديال الإصابات والوفيات وكاين إقبال كبير على التلقيح. فعلا هذا الشيء كاين والحمد لله، هذا الشيء راه كيفرح وكيبشر بالخير. ولكن حاجة وحدة اللي ما نساوهاش هي ما نساوهاش، والحاضر يعلم الغيب، راه الكورونا هذه راه مازال كاينة، الكورونا هذه راه مازال كاينة، وخاصنا نزيدوا نلتزموا بقواعد النظافة والسلامة الصحية ومسافة الأمان ونعملوا الكمامات ديالنا. أي واحد وصلته النوبة ديالو خاصو يمشي يعمل تلقيح، يعني التلقيح هذا فعال وإيجابي. التلقيح هذا خوتي المغاربة راه غادي يعطينا واحد المناعة قوية باش نتصداو لهذا الفيروس هذا. أي واحد عمل تلقيح الجرعة الأولى والجرعة الثانية ما عندو مناش يخاف، صافي كورونا ما عندها منين غتدخل، حيت عملنا التلقيح. التلقيح راه فعال والتلقيح راه إيجابي، التلقيح راه غادي يعطينا مناعة قوية باش هذا الفيروس اللعين فيروس كورونا ما عندو باباه منين غادي يدخل لنا. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، وصلنا نهاية البث المباشر هنا من مدينة النهور، إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.